عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. في فيديو النهارده هوريكم بوكس رمضان اللي جالي في اول اسبوع من رمضان. حبيت اشارككم الفيديو ده، ولكن لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش اشتركوا في القناه بالضغط على كلمه اشتراك او سبسكرايب، وكمان تفعلوا الجرس عشان يجيلكم اشعار باي فيديو جديد ينزل على القناه. ويلا بينا نبدا الفيديو. فيديو النهارده حبيت اشارككم البوكس اللي جالي من اختي في اول اسبوع من رمضان. اول ما جت جابتهولي وفاجئتني بيه، حبيت بس تفرحني شويه لانه السنه دي اصعب رمضان مر علينا، وكمان مختلف تماما عن كل رمضان بسبب الظروف اللي حصلت. فهي حبت تجيب لي البوكس ده وتفرحني. بوكس رمضان، حبيت ان انا اصور وانا بفتحه معاكم لاني كنت مبسوطة بيه جدا. اول حاجة لقيتها في البوكس هي كانت طمطم، طبعا من الحاجات الاساسية اللي بتكون موجودة في رمضان، بوجي وطمطم. كمان حجمها لذيذ جدا فحبيتها قوي. وتاني حاجة لقيتها في البوكس ولقيتها بسهولة شوية لانها كانت ظاهرة وواضحة على وش البوكس، هي الشوكولاتة دي من اوريو، وانا قد ايه بحبها، وطبعا هي عارفة ده، فكانت من الحاجات الاساسية اللي هي حطها لي في البوكس. وبعدها لقيت الفانوس اللذيذ ده، بجد عجبني جدا وحطيته عندي على تسريحة ثابت. وبعد كده لقيت الشنطة الصغنونة دي، وعادة انا عارفة هي بتحط فيها ايه، الاكسسوارز سواء سلسلة او خاتم او كذا، والشنطة اصلا شكلها لذيذ جدا من غير اللي فيها، ولكن اللي فيها كان حلو قوي، كانت سلسلة طلعة ترندي من فترة وكانت عجباني جدا، ولقيتها حطها لي في البوكس. حلوة قوي وكيوت خالص، بجد عجبتني جدا. ورجعت كملت تقليب في البوكس وكنت متحمسة اكتر. وهنا ظهر معايا برضو بسهولة التوك القمر دي، عجبتني قوي قوي، شكلها مختلف عامة عن ستايلات التوك اللي انا بجيبها في العادي، فعجبتني جدا. وفي كل مرة كنت بلاقي فيها شوكولاتة كنت بعرف ان هي اختي جدا وعارفاني جدا وعارفة انواع الشوكولاتة اللي انا بحبها. وتاني نوع شوكولاتة لقيته هو ماندولين، وهو من اكتر انواع الشوكولاتة اللي انا بحبها جدا. ومع التدوير لقيت شنطة تاني من الشنط اللي بيكون فيها اكسسوارات، وكنت متحمسة اشوف ايه نوع الاكسسوار الموجود في الشنطة، ولقيته حلق كان شكله لذيذ جدا، وهي قررت تغير لي الستايل لاني دايما بجيب الحلقان الصغيرة خالص، قررت تجيب لي ده وهو مش كبير اوفر، بالعكس رقيق جدا وعجبني قوي. وهنا كنت وصلت في البوكس لتالت نوع من الشوكولاتة، وهو من كابري ديري ميلك، وبجد انا بحبها جدا وهي عارفة ده، حطتها لي في البوكس. من احلى الحاجات اللي كانت موجودة في البوكس هي كانت عطر ماء الذهب، بجد كانت ريحته روعة ومن انضف واحلى العطور اللي انا جربتها، ريحته حلوة جدا، وهي كانت عارفة ان انا برضو كان نفسي فيه كنت عايزة اجيبه فجابتهولي في البوكس، فبجد عجبني جدا جدا وبنصحكم تجربوه. وهنا لقيت فانوس تاني نفس ستايل الفانوس الاول، ولكن ده كان ملون، بجد كان حلو قوي والواناته مبهجة، شكله كان لذيذ جدا. وهنا كنت شكيت ان البوكس خلص، ولكن لقيت في الاخر ميدالية صغيرة لذيذة جدا رمضانية عليها هلال وفانوس رمضان، وبرضه نقلت فيها كل مفاتيحي، بجد كانت كيوت جدا. وهنا بعد التدويره الاخيره اتاكدت خلاص ان البوكس خلص وفضي تماما. البوكس فرحني جدا، وكان في حاجات كتيرة جدا كلها عندي كانت احلى من بعض،
وهي عارفة ان كان في حاجات كان نفسي فيها، وكمان في حاجات هي عارفة ان انا بحبها. فبجد البوكس لذيذ قوي، حسست كتير باجواء رمضان. فيعني حبيت اشارككم الفيديو ده، مختلف شوية عن انواع الفيديوهات اللي بقدمها في العادي، سواء كانت فلوجات او ريفيوهات. الفيديو ده يكون مختلف شوية، ويا رب اكون كنت خفيفة على قلبكم، وكمان ما طولتش عليكم.